ليه اختي، كل من شافتك في هاد العيد هذا غادي تسولك على سر بياضك، تبييض وتفتيح للبشرة 10 درجات من أول استعمال، وهالنتيجة قدام عينيكم. غادي تحصلي على بشرة صافية وخالية من جميع العيوب بمكونات اللي عندك في الكوزينة ديالك. تهليت فيكم يا البنات في هاد العيد هذا، فخليكم معايا إن شاء الله باش تشوفوا مكونات وطريقة التطبيق. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ديري اختك واحد لايك، ديك البسمه اللي كاينه تحت من لا فيديو ديرها بحال هكا، واشتركي في القناه ديك العلامه لتحت اللي كاينه حمراء، وفعلي داك الجرس اللي حداها صغيور باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. متتبعاتي الوفيات الغاليات على قلبي، ما تبخلوش على اختكم باللايكات ديالكم قبل ما تكملي هاد لا فيديو ان شاء الله. مبروك عيدكم بالصحه والسلامه وبطول العمر يا ربي، ويا ربي تجعل ايامكم كلها اعياد وافراح ومسرات، وحفظ لكم ان شاء الله كل فرد من العائله ديالكم واي انسان كتبغيوه. اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديالكم بزاف منكم كوثر شاركي معنا شي ماسك او تبريمه اللي كديري قبل من العيد بنهار واحد، كيخلي البشره ديالك كتضوي. فانا اليوم ان شاء الله لانكم غاليات على القلب ديالي ودائما تنبغى نبقى نقولها لكم، راكم في القلب كتستاهلوا كل مصداقيه وكتستاهلوا كل خير. فانا ان شاء الله غادي نشارك معكم كود كور ديالي عباره عن تبريمه صابونيه او ماسك صابوني اللي ما شاء الله شي حاجه ديال طوب 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 طوب، بلا كثره المكونات بلا كثره الماسكات. فهاد الماسك هذا قاضي لك الغرض ان شاء الله قبل من العيد بنهار واحد، تخلي البشره ديالك هكا كتضوي ما شاء الله، كيتصفى لك البشره ديالك. كيفاش كتغسلي الوجه ديالك كتشوفي البشره ديالك في المرايه كتحسي بواحد الفرق اللي رهيب، فكل شيء ان شاء الله غادي تشوفوه في هاد لا فيديو. الا كنتي مهتمه خليك معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش تشوفي ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. نبدأ على بركة الله ونبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مكون إن شاء الله غادي نحتاجه، غادي نحتاجه الصابون اللي اللون ديالو أبيض، فأنا عندي هذا الصابونية ديال دوف، فأنتم أي نوعية ديال الصابون ممكن أنكم تستعملوها في هذا الماسك الصابوني بإذن الله، غير هو يكون اللون ديالو أبيض. وبالنسبة للصابون فراه ما عنده حتى شي ضرر نهائيا على البشرة، فانا راه كنغسل به غير هو البشره ديالي، كنستعملوه في الماسكات، كنستعملوه في الكريمات، كنستعملوه في بزاف د الحوايج الحمد لله، ما تينشف لا بشره لا حتى شي حاجه، غير ما كداوميش عليه مثلا يوميا 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 تبقاي تغسلي به، او يوميا تبقاي تطبقي الماسكات اللي فيهم الصابون. هذا الشيء بهذه الطريقه هذه كينشف لك البشره ديالك، ولكن الا كنتي كتستعمليه بطريقه صحيحه مره او جوج مرات او 3 ايام في الاسبوع، فما غاديش ينشف لك نهائيا البشره ديالك. غادي نحتاج تقريبا واحد 3 المعالق ديال الصابون اللي غادي يكون مبشور بهذا الشكل هذا، من الاحسن نتحكوه في الحكاكه اللي غادي تكون رقيقه. من بعد غادي نزيد عليه واحد الكاس اللي غادي يكون صغير ديال الحليب كامل الدسم، يكون فايض، تحاولوا انكم تفيضوه البنات، يعني يغلى مزيان ويفيض وتخليوه هكاك سخون، وغادي نزيدوه على الصابون ديالنا، وغادي نبقاو نحركو مزيان مزيان بهذه الطريقه حتى نحسو بالصابون ديالنا بانه داب وما بقاش نهائيا كيبان معنا في الخليط ديالنا. المكون الثالث اللي غادي نزيدو، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، قهوه سريعه الذوبان معلقه كبيره، فهاد الساشيه دايره درهم في الحانوت صافي. من بعد غادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، نخلط نخلط كل شيء نسجم مع بعضياته. دابا غادي نزيد المكون ان شاء الله الموالي، جوج معالق اللي غادي تكون كبيره ديال الحليب مجفف، اي نوعيه من الانواع الحليب مجفف عندك استعملي. نتوما دابا ما شاء الله كل شيء هاد المكونات ولاو عندكم في الدار، حليب مجفف، المايزينا، كل شيء هادشي كنستعملوه في الماسكات. والمتتبعات الغاليات ديالي الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا، غادي نحتاج جوج معالق ديال الحليب بودره. المكون الموالي غادي نزيد معلقه اللي غادي تكون كبيره ديال نشا الذره اللي هي المايزينا، نشا الذره، وغادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي مزيان مزيان. خلطوا باش ما ديرش لكم دوك الحبيبات، وحاولوا انكم تمعكوا دوك الحبيبات ما تخليوهمش باينين في الماسك ديالنا، خاص كل شيء ينسجم مع بعضياته. وتنقول لكم البنات بان الطريقه ديال الخلط الماسك راه حتى هي عندها واحد الدور اللي كبير كبير. دابا المكون الموالي، فانا هنا درت واحد المعلقه كبيره ديال الشوفان، ممكن انكم تعوضوها بالقمح
الكامل أو تعوضوها بدقيق الحمص أو بدقيق الفول أو بدقيق العدس أو بأي مكون من هذه الأنواع هذه، او ديروا ديك الخلطه اللي كنت صوبت معاكم ديال الحنه البيضاء اللي كنت درت فيها الفول واللوبيا والعدس، كنت درت فيها يمكن شي 10 ديال المكونات وكنت شاركتها معاكم وقلت لكم تقدروا تستخدموها كمشروع مربح. وهذاك لا فيديو مسكين ما خداش واحد العدد ديال المشاهدات، كان ناقص بزاف، مع العلم ان عطيتكم واحد الوصفه اللي ما شاء الله كتستاهل كتستاهل كتستاهل، وانكم تقدروا تخدموها كمشروع مربح وتخدموا به وتستافدوا منه ان شاء الله. علاش لا؟ فانا غادي نعاود نشارك معكم ان شاء الله داك لا فيديو وديك الوصفه باذن الله، باش تبقى عندكم وكتبقى معكم واحد المده اللي طويله، ما كتخسر ما حتى شي حاجه. صافي غادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي، غادي نحتفظ بهم في واحد العلبه اللي غادي تكون كتسد، وغادي نحتفظ به في الثلاجه تقريبا هاد الكريم مده الاحتفاظ به 3 ايام حتى 4 ايام في الثلاجه. ممكن ديروا الفيتامين او باش تحافظوا عليه اطول مده ممكنه، على الاقل اسبوع، يعني الاكثر الا كثرتوا اسبوع صافي وكترميو الماسك الصابوني ديالنا. صافي من بعد غادي نمسح البشره ديالي، ضروري تمسحيها من اي زيوت او اي حاجه ديرها للبشره ديالك. من بعد غادي تاخدي الماسك ديالنا وغادي تطبقيه على البشره ديالك، وغادي تطبقيه ان شاء الله على العنق وعلى اليدين الرجلين اي منطقه بغيتي ان شاء الله في الجسم ديالك، غادي تطبقي هذا الماسك الصابوني. اش غنقول لكم يا البنات، بغيتكم تجربوه قبل العيد بنهار واحد اليوم ان شاء الله تجربوا، فانا غنحط لكم لا فيديو اليوم باذن الله. فانا طبقتها لانه اليوم وغدا ان شاء الله يقدر يكون العيد او بعد غدا، فالله يجيب ان شاء الله ايامكم وكل شيء ان شاء الله تكون اعياد وافراح ومسرات باذن الله، ومبروك عيدكم مره اخرى مره ثانيه. صافي غنطبق الماسك في العنق ديالي وغنطبقه في يديا، وغادي نخليه ان شاء الله حتى ينشف على خطر خاطر. غير هو دير واحد الطبقه اللي غادي تكون سميكه شي شويه، ما ديروش الطبقه اللي غادي تكون رقيقه، مني غادي تنشف غادي تحسي بالماسك نشف، وغادي نجي غادي نبدا نبرم بهذه الطريقه هذه. فاش غادي نقول لك في كل جره كتجري جميع الاوساخ اللي عندك في البشره ديالك. فاش غنقول لكم البنات، انا هاد اليومين هادي كنت حسيت بالبشره ديالي فيها شي حبيبات اللي صغارين، وكنحس بالوجه ديالي بحال بدا كيحراش ليا، مع اني درت ليه لو سوان وداكشي في الدار، ولكن اش غنقول لك مني جربت هاد الماسك هذا، اش غنقول لك حسيت بواحد النعومه بواحد الرطوبه. وفاش كنقيس الوجه ديالي دابا كنهضر معكم وتنقيس وجهي، اش غنقول لكم بغيتكم تجربوها يا البنات وتجيو عندي لي كومونتير وتردوا عليا، فالنتيجه ها هي قدام عينيكم. شوفي ما شاء الله على نضاره وعلى بريق، وعلى كتشوفي الوجه ديالك ما شاء الله مصفي مصفي، يعني كتحسي بالوجه ديالك تحيدات منه شي حاجه في الوجه ديالك، يعني انت كتشوفي الاختلاف في البشره ديالك. هادو هما النوعيه ديال الماسكات اللي كنحمق عليهم، فاش كتطبقيه كتحسي بالفرق من اول استعمال. فهادشي اللي مولفاكم الحمد لله في قناتي اللي هي قناتكم قناه وورد كاتي، وكتستاهلوا كل خير وكتستاهلوا المصداقيه، وان شاء الله انا موعداكم مليون فصاعدا، غادي نحيد العجز وغادي نوض ان شاء الله ما كاين غير الجديد الجديد الجديد. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله المرحله ديال الترطيب اللي جد 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 مهمه. غادي ترطبي البشره ديالك باي كريم او اي زيت من الزيوت، غير الزيوت ما كنديروهاش في النهار كنديروها في الليل. بالنسبه لهذا الكريم ديال سيغافي فانا كنديرو بنهار لانه فيه واحد الكميه ديال اس بي اف كتحافظ لك على البشره ديالك من الاشعه فوق البنفسجيه، ف غادي نطبقوا ان شاء الله. فانتم اي كريم، وانا شاركت معكم بزاف ديال الكريمات وبزاف ديال المرطبات وبزاف ديال الزيوت ما شاء الله، فانتم كتختاروا اي زيت او اي كريم كيلاوم او كيوالم النوعيه ديال البشره ديالكم. فكنكونوا يا البنات وصلنا لاخر مرحله، ما كنسخش بكم دائما وما غاديش نسخى بكم ان شاء الله دائما وابدا، الله يحفظكم ليا. وغادي نقول لكم ان شاء الله اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا بها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي، وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده او فيديو جاي باذن الله.